جميلة نتكلم شوي عنك ونتكلم عن بداياتك وندخل في طفولتك. أول شيء أنت ما شاء الله تنتمي لعائلة فنية، هل هذا الشيء هو اللي خلى جميلة عوض تتجه لمجال الفن ولا في هناك أسباب أخرى؟ بصي ممكن ما يعني ما حدش قال لي اعملي كده، بس أكيد لما بتبقي بتتربي في الجو ده. أنا كنت عايشة في بيت فيه جدي وجدتي وبابايا ومامتي وعمامي وكلهم بصحابهم بصحفيينهم وكلهم في الفن، فحاجة اتربيت عليها طبيعية في جيناتي. حتى ما فكرتش أنا عايزة أكون إيه، أنا من قبل ما أتكلم كنت عارفة أن أنا هكون ممثلة. فين بتروحي، فين بتجي، إيش بتسوي في يومك العادي؟ ما عنديش روتين، شغلتي مخليه ما عنديش روتين. فأنا مبدئيا من أول أن أنا مش بصحى في ميعاد معين ومش بنام معين في ميعاد معين، ده على حسب الشغل وعلى حسب السفر. أيوة. وعلى حسب في قلبة مواعيد إمتى، فدايما حياتي مختلفة على حسب متطلباتي في الفترة دي. في فترة أكون ببقى مهتمة جدا بالرياضة والرياضة حاجة مثلا مش هفوتها في حياتي، واوقات مش ده خالص المطلوب. ما انا دلوقتي بشتغل 24 ساعة، فانا هاكل اللي عاجبني وهعمل اللي يعجبني، واهم حاجة ان انا انام وخلاص وعايزة الوقت يعدي. طول الوقت عندي حاجة متغيرة بيس على انا في اجازة ولا مش في اجازة، ايه الموضوع دلوقتي، عندي مهرجان في مهرجانات ولا لا، ولا ده دلوقتي وقت سفر مع صحابي واحنا قاعدين مبسوطين. ما في شيء معين، ما عنديش اي روتين في حياتي، حتى مثلا ما عنديش مثلا ميعاد معين من السنه دايما بسافر فيه. بس الهوايات، كهوايات ايش اللي تحبي اكثر شيء؟ تحبين القراءه؟ بحب القرايه، بحب الرقص، بحب اتفرج على افلام، بحب التامل، بحب اليوغا، بحب السفر. على طاري الافلام، المحكمه هو فيلم صح؟ حيكون في دور السينما ان شاء الله في آخر الشهر الجاي، في آخر شهر 11 إن شاء الله بإذن الله. طيب كيفك مع الطبخ والمطبخ؟ ما بطبخش خالص ولا بحب الطبخ، بس اكتشفت إنه أنا لما بقرر في دماغي عايزة أعمل حاجة بعملها وبتطلع حلوة قوي. يعني أنا اكتشفت إنه بس أنا دايما ببقى مندمجة في حاجات تانية أكتر أو مستعجلة على حاجات، فبتبقى دي مش حاجة بضطر أعملها لو مفيش حد خالص في البيت ووقت معين انا جاي لي مزاج اعمل حاجه معينه قوي. كان وقت الكورونا مثلا، فلقيت نفسي بعمل حاجات، يعني انا اساسا اخري كنت بقلي بيض مثلا. يصفك البعض بالبرود، ليش؟ مش عارفه، بس انا بحس بصراحه يعني الاجابه الحقيقيه، انا بحس ان انا شخص عنده سلام داخلي، عنده سكينه معينه مش سهله يعني تعصبيني. انا بحس ان دي صفه حلوه، بس دايما اي صفه كل حد ممكن يصفها بطريقه كويسه سلبيه او ايجابيه. لو حد ذكي ممكن تقولي عليه، حد ما يقول عليه خبيث، ممكن حد طيب حد يقول عليه اهبل. فانا بشوف انه انا عندي ثبات انفعالي بطريقه معينه، عارفه انه الخير هو اللي هيحصل مش هيحصل حاجه. الحب وين؟ أنا موجود في رأس الحب جميل. ولا الحب من حياتك؟ إيه حبيتي؟ أكيد مين محبش يعني، أكيد أكيد حبيت. في نقدر نقول يعني حاليا مثلا مشروع خطوبة، زواج، شيء؟ أنا بقيت متقبلة الفكرة يعني دلوقتي، يعني أكتر من قبل كده. بس أنا محرجة من الموضوع ده، خرجيني منه بصراحة. خرجيني على طول. بس إنه في فكرة نقدر نقول يعني جاية بالطريق. يعني أحب يعني بقيت متقبلة الفكرة، كنت بخاف منها قبل كده. لا الحب جميل.